وقد إنسان كتب قصها اللي جلس قاعد تعوده البلد الصومالي كينيا أي وحى أي ما أنت كان ببحيان المجلة ده مقدشوا عاصمة دلك الصومالية يجوا أو كوسي جدا مجلة ده هي بحقر له في ليا إن شو تلاقيه وقبته وزار فرنك الجمهورية الفدرالية الصومالية بهدي محمد بوليد استبو كودي جاسي فرق عيا وياشا يا وحي كسوغي هيندو جدا ديارها عالمية مقالة مقشو سي اي كسو تريان بتانكا بيجا قيبتكا تليسي دعوة الصومالية متلية يقوى جهان مقالة هيك محكمة اي سي جي يا وحي شاكي شاني طوانكا بشا سرس بيا يقوم بلا بندن تو تليسي دعوة وحي سا صومالي وكينيا كيس كان اي مكهور سوحا محكمة نوبو بيه لوقو لأفضل طوانكي وحانا كيبو ديجي لا متوش تحبير سنديه لبقل سغال يتوان لبقل لباتن عصي دوانك سويري دولد كينيا ها امر افراد بلو ديغو ايا دولد فدرات الصومالي يتشوه بيستي وحانا محوطة اي سي جي اي سوشار تيقوانا ان اي بلابن دونتو شان يتوان كبشا مارسو ومعلمة اونا اي نغحكتو ديجي سيغا دعوود دا الصومالي يو كينيا ودو يا لطنيا ان جديد ديارنا عالميا ان عدي المغالده بالشو ان جديد يعني كان بخط فازو ورياشة قلها يتبدا عيا كسو بن هالكن كينيا يا كودو ديسا ان يدو اي ليداي قيب كاميدا بدا الصوماليا بس دوله الصوماليا ايا سوين ارنتاس كغه سورجيستي ان سنادي 2014 كي كلكاسي او دعوه لو غوبيه محكمه اي سي جي
jiray saddex jeer ayaa dib loo dhigay dhageysiga dacwada balse markii afraad ayaa maxkamadda ICJ waxa ay ka biirtay codsi ka yimid dowladda Kenya ahaa in markii afraad dib loo dhigo dhageysiga dacwada badda ee kala dhaxaysa Soomaaliya maxkamadda ayaana sheegtay 15ka bisha Maarso wasaar ku xigeenka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Maxamed Guuleed ayaa haatan si toos ah u soo gaaray goobtii shirka jiraayay oo ku qaban lahaa waxana uu hoggaaminayaa asiga in ayu
Thank you.
دمعتين وحن نك أسرعنا من قعدة يو قربتها قلوبة هاي ولدة إلا لقربتها قو كيس كبدنا وصنقن وحل السياسة دي والسياسة لغن يبطو مدام ودامنا كعبنا يبطوني مدى برقمنا سوماليا وهنا الله استعمالي حرم السياسة هاد بالمحل لنا وإلا يبوكي أنا أقول لك أن 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 أنا